نروح لمنتخب مصر إن شاء الله بإذن الله. ربنا يكرم المنتخب يا جماعة. النهاردة عندنا مباراة مرعبة جدا. أيوة أنا عارف بقول إيه، مرعبة وقوية جدا 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 فوق ما يتخيله بشر. مباراة غينيا بيساو صعبة، الساعة 7 اليوم بتوقيت القاهرة، مباراة صعبة للغاية لمنتخب مصر. أتمنى التوفيق للاعبي المنتخب وللكابتن حسام حسن، وإن ده يكون الفوز التاني إن شاء الله بإذن الله على التوالي علشان نرتاح جدا من هنا لغاية مارس، عشان نرتاح جدا لغاية مارس، لأن محتاجين إن إحنا نرتاح بإذن الله تعالى من حيث الترتيب ونلعب مباراتين مارس وإحنا في قمة السعادة إن شاء الله بإذن الله تعالى. ناس كتير جدا بتتكلم على التشكيل، وأنا ما عجبنيش كلام ميدو بصراحة. يعني ما ينفعش أبدا ميدو يقول للشناوي مصطفى شوبير يلعب عليك وهو ماسك سيجار، ويلعب عليك يعني بص، الشناوي كان حزين جدا بعد مباراة مصر وبوركينا فاسو، وأنا زعت التصريحات بتاعت الشناوي. كنت اتمنى ان ميدو يخلي باله من الكلام اللي قاله الشناوي، لان الشناوي قال ايه؟ قال كنت اتمنى ان الناس تقول لي حمد لله بالسلامه، كنت اتمنى ان الناس تقول لي حمد لله بالسلامه، كنت اتمنى ان الناس تقول لي حمد لله بالسلامه، بدل ما تخش معاه في معركه انا العب ولا غيري يلعب. فللأسف الشديد ميدو يعني بيقدر الناس، وميدو محترم، فما كنتش أتمنى إنه يجرح الشناوي بالشكل ده حتى ولو كان رأي فني. وكنت نفسي على فكرة لو ميدو سمع كلام الشناوي، رغم إن إحنا مختلفين مع حسام أصلا إنه يقعد شوبير، لأن كرويا مصطفى شوبير ما يقعدش، ولكن نحافظ على مشاعر الناس بس. وانا عارف ان لو ميدو لو سمع تصريحات محمد الشناوي بعد المباراه، والله العظيم ما كان هيقول كده، لان الشناوي متاثر جدا بكلام الناس، يلعب ولا ما يلعبش، ولا موقفه ايه، ولا الكلام ده كله. وقال لك الناس تقول لي بس الحمد لله بالسلامه، يعني الناس تقول لي الحمد لله بالسلامه، وبعد ما تقول لي الحمد لله بالسلامه تقطع فيها زي ما هي عايزه. فمعلش انا مساند بقوه للشناوي، حتى وان كان مصطفى شوبير هو الاحق كرويا، لانه ما ينفعش حد يلعب على مصطفى شوبير في الوقت الحالي ده كرويا، ولكن نختار الفاظنا والمعاني حفاظا على يعني مشاعر الاخرين. هو بالفعل ما وصلني من غينيا بيساو ان الكابتن محمد الشناوي سيكون حارس مرمى منتخب مصر في مباراة الليلة. سيكون حارس مرمى منتخب مصر في مباراة الليلة أمام غينيا بيساو. هذا ما وصلني من معسكر المنتخب. بنسبة كبيرة جدا الكابتن حسام حسن استقر على محمد الشناوي في حراسة المرمى. وانا اعرف الكابتن حسام، الكابتن حسام مش هيلاعب حد غير الشناوي بحكم وخبرة السنين. انا اعرف حسام من سنة 92 وحافظ شخصيته كويس. حسام دفع بالشناوي ليستمر وليس ليغيره، ولو غير الشناوي ده بالنسبة لي هيكون حسام حسن اللي انا معرفوش. احفظ كلامي كويس، لو غير الشناوي، لان انا عارف ان حسام عندي، وما دام ادى الشناوي يبقى هيكمل بيه، لان لو هو ما اداش الشناوي النهارده يبقى هو بيقتل افكاره وبيقضي على الشناوي. وانا حافظ حسام كويس جدا وابراهيم، وانا بقول لك على مسؤوليتي الشناوي حارس مرمى مصر النهارده، على مسؤوليتي بحكم معرفتي بحسام. لو عمل غير كده ما يبقاش حسام اللي انا اعرفه.